عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير وصباح الفل على احلى مشاهدين ومشتركين مطبخ ميرفت. النهارده حبايبي جاي لكم فيديو جديد، عفوا جاي فيديو جديد النهارده جاي لكم فيديو جديد النهارده هنعمل الويكه. الويكه الارديحي. ايه الويكه الارديحي؟ ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه الويكه في الدول العربيه والكلام ده كله، مش عارفين الويكه. الويكه يا بنات اللي هي الباميه، احنا هنا عارفين الويكه عشان احنا هنا يعني الشعب المصري اكتريت حاجه بيحبها الويكه، الملوخيه الخضراء، الباميه، الكلام ده كله اللي هي بنات الباميه. تمام. طبعا لو هتجيبي مثلا كيلو باميه ولا حاجه ممكن تنقضي منه الباميه الكبيره دي، تمام، وتعملي منها الويكه. بصوا في ديت اللي هي الرومي، الباميه الرومي او الويكه الرومي اللي هي ايه الجدر بتاعها بيبقى احمر من هنا زي ما وريتكم كده. وفي ديت اللي هي الباميه البلدي تلاقي فيها شوك كده، تلاقي تمسكيش الباميه تلاقيها بتشوك، دي الباميه الرومي. تمام. يا ريت لاول مره اشوف الفيديو يا ريت تشرفني اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طيب هنبدا الفيديو نقول بسم الله. بصوا انا خليت اتنين بس عشان اقطعها معاكم، هشيل القمع ده اللي من فوق ده اسمه قمع، وهشيل بصوا بنات اللي ايه اللي تحت ايه، تمام كده. دول هاي بصوا هقطعها كده اهي دورانات دورانات، تمام اهي، تمام كده. هعمل برضو التانية نفس القصة اهي اهي كده اهي اهي، تمام. دي اسمها البامية الأرديحي، طعمها تحفة تحفة. لو انت حابة تعمليها على شوربة، لو حابة تعمليها على شوربة مفيش مشكلة. لو ما عندكيش شوربة وحابة تعمليها على زي ما انا هعملها كده أرديحي بمكعب شوربة برضو مفيش مشكلة. طيب معانا ايه تاني؟ معانا عفوا معايا فلفل اسود، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه نص معلقه ملح، مكعب شوربه اي نوع شوربه يعني حباها، تمام. معايا هنا معلقه سمنه، نص معلقه كزبره ناشفه، معلقه ثوم مفروم، تمام. هبدا بقى الفيديو وهقول بسم الله. هروح اولع على البوتاجاز على حله ميه، ميه حله فيها ميه تغلي، هرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا بنات. كده الميه غليت معايا، مش ميه كتير يعني بمقام كوبايه الميه، تمام كده اللي هي المج، تمام كده، عشان ده حسب الكميه اللي انت عاملاها. لو عامله ربع كيلو كوبايتين ميه، لو عامله نص كيلو اربع كوبايات ميه، تمام يا بنات. الميه غليت معايا، هنزل بايه الاول؟ هنزل بصوا بالمكعب الشوربه وفلفل اسود والملح، وهديها تقليبه. معلش البخار يمكن مقصر شويه على الكاميرا اهو، ماشي. هستنى المكعب بتاعي يدوب اهو كده، تمام. لازم اقلبه كويس عشان يدوب في الميه، يعني يدي غلوه بسيطه كده، تمام كده اهي كده المكعب بتاعي اهو بصوا داب، تمام كده. بقى هعمل ايه دلوقتي؟ بقى هنزل معايا بالويكه. الويكه اللي هي بيسموها في الصعيد الويكه الصعيدي، تمام، اللي هي معموله من الباميه الكبيره زي ما قلت لكم كده اهي. بسم الله. اهي بنات كده، وهديها تقليبه وهسيبها تغلي. بس خدوا بالكم ما تغطوهاش. هتقولوا لي ليه يا ميرفت؟ هقول لكم. لما بتغطوا الويكه، الويكه كده كده هتفور، تمام كده، هي طبيعتها ان هي بتفور، فاحنا ما نغطيهاش خالص، هنسيبها كده مكشوفه. هنديها غلوتين ثلاثه وهرجع لكم تاني هقول لكم نعمل ايه. بصوا بنات هي كده استوت. هعرفها استوت ازاي؟ همسك الواحده هعملها كده بايدي، لقيتها اتهرست معايا اهي كده، يبقى هي كده خلاص اوكي استوت. هقول لكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. هي كده استوت يا بنات زي ما قلت لكم اهي، تمام كده. انا كده هديها ضربه واحده في الخلاط، ضربه واحده بس، انا عايزه بس افك الباميه من بعضيها، تمام يا بنات. لو انتوا عندكم هند بلندر برده حلو قوي، هيوفر علينا كتير. لو حابين تحطوها في الكبه ماشي، لو مضرب كهرباء اللي بتاع البيت دوت والكلام ده كله، لو مضرب اللي هو بتاع الكهرباء ماشي. انا طبعا هديها ضربه في الخلاط وهرجع اقول لكم نعمل ايه تاني. بصوا بنات انا لسه ضربه في الخلاط، انا عايزاها زي كده، مش عايزاها مضروبه خالص، هي بس عشان الباميه تتكسر بس كده، تمام اهي. بصوا بنات اهي اهي، تمام كده. طيب انا هروح اولع احطها في الحله وايه وهوريكم هعمل ايه تاني. انا ولعت
على الطاسه بتاعتي اهو على النار هاديه خالص عشان احمر التومه بتاعتي والميكا بتاعتي. بصي بقت خضره ازاي، بصوا عايزه اوريها لكم كده اهو، شايفين؟ بصوا حلوه وتقيله، مش عايزينها خفيفه قوي. زي ما قلت لكم كوبايتين مج من الميه، المج بتاع الشاي بتاعنا الكبير، تمام؟ اهي بصوا الضربه بتاعتي ازاي، انا عايزه بصوا الضربه ازاي، مش عايزه تضرب قوي عشان تضرب قوي ما تبقاش حلوه. حلوه كده. طيب انا هحمر التومه بتاعتي اهو، ماشي، طلعت عليها، هحمر التومه، كزبره، ثوم، معلقه السمنه. دي يا بنات زي ما قلت لكم اسمها الويكا الاربيحي، اللي هي بدون لحمه ولا فراخ على الميه، تمام كده يا بنات. هحمر التومه بتاعتي اهي، بصوا يا بنات ادي التومه بتاعتي اتحمرت، انا مش عايزه اغمقها قوي، اللون ده حلو قوي. هرشها بقى، بصوا اهي، بسم الله كده، هاتيها غلوه بس عشان تاخد ريحه التومه، تمام اهي كده، خلاص خلصت الشغلانه، مفيهاش تعب ولا مجهود ولا اي حاجه، ايه زي الفل معانا، خضره وجميله، طعمها كمان جربوها الناس اللي ما تعرفوهاش تجربها، اطعم كمان من الملوخيه. هغرفها بقى وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا بنات، انا غرفت الويكا بتاعتنا الصعيدي، الويكا الارديحي اللي بدون لحمه ولا فراخ ولا شوربه، اللي بميه بمرقه. لو انتوا حابين تعملوها بشوربه ماشي مفيش مشكله، لو انتوا حابين تعملوها شوربه فراخ شوربه لحمه برضه مفيش مشكله. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، يا رب اكون وصلت لكم معلومه تستفادوا منها. جربوها طعمها تحفه بامانه، جربوها، مستنيه الكومنتات والتعليقات. يا ريت الاول مره شرفني شوفوا الفيديو، شرفني اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في كل جديد وفيديو جديد. السلام عليكم.